السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن رازي السفر والتجوال والتصوير المشاريع بمدن المغرب. كما تشوفون الآن كنتواجد الإخوان بمدينة سلا، وبالضبط أمام أسوار باب المريصة. هذا الحي هذا الإخوان، هذا الأسوار اللي كيقولوا لهم باب المريصة، وكنحاول نصور لكم هنا الأسوار، المدينة العتيقة لمدينة سلا. لحظة بلحظة للتعرف على هذه الأسوار، ثم سنلقي نظرة على الباب الرئيسي لهذا السور كما تشوف معنا الآن، وفي الأخير غادي نقوم بجولة داخل مدينة سلا، الأسوار داخل مدينة سلا المدينة القديمة، وجولة بحي بطانة. هذا هو الأسوار ديال هذا هو الباب الكبير ديال باب مريصة الإخوة اللي كيبان لكم هنا على اليمين ديالنا، كيف ما تشوفوا معنا الآن الباب الكبير اللي يسمى بباب المريصة. ثم سنقوم بجولة بالسيارة داخل هذه الأسوار بالمدينة القديمة وحي بطانة بسالة. تعرفوا على هذا الفيديو، تابعوا الفيديو حتى الأخير واستمتعوا، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بجيم وملاحظة أو تعليق والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تتوصلوا بجديد الفيديوهات. برد وسخون يا هوا، برد وسخون تحميتو فيا بزوج، انت وسمر لون، انت وسمر لون. هوا يا هوا هالنار، ويا مجدا هالنار، ويا مجدا لا تبطر بيا وبلاتين، والف بعدا بلاتين، والف بعدا.
شوقي مرات أو مرات بعليا نسمها ولا صهرتيني بالليل شوف نهاري بالرحمة ولا صهرتيني بالليل شوف نهاري بالرحمة يا قلبي طهر فضاوي خطير طهر فضاوي خطير واشوف سحرة يا قلبي كيلعب في الهوى ويطير كيلعب في الهوى ويطير والسلف سلف يا قلبي طهر فضاوي خطير طهر فضاوي خطير جوز حرايا قلبي يلعب في الهوى ويطير يلعب في الهوى ويطير وعيون شدبا يا قلبي أربعها اخضري غني منطق بنا يا قلبي تبني لما تسألني وعيون لما تسألني قولي لي لي يا هوى تنهيدا تبعت النهيدا هاد معا من عيني سالت هاد معا في العين شديدا قولي لي 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 يا هوى تنهيدا تبعت النهيدا هاد معا سالت هدمعة في الليل شديدة ونهاري نهاري يا هوى سبقة الحيرة باللون سبقة الحيرة باللون ونهاري يا هوى سبقة الحيرة باللون سبقة الحيرة باللون وبرد وسخون بارد وسخون هوى يا هوى لكن الخوف اللي عندك وبغيت نشوف 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 لكن الخوف اللي عندك هزيت عيني صرت شويفة شويفة يا أول طيفة هزيت عيني صرت شويفة
شويفه يا والطيبه هسيتها.